أهلا بك سيد عبد الحفيظ. صباح الخير. صباح الخير سيدي. إذا كما شاهدنا عاد الطفل أمين ياريشان بعد 13 يوما من الاختطاف، كيف تجرى تحقيقات حول هذا الاختطاف حسبكم؟ طبعا اول شيء خليني اقول لك بانه اكثر الروايات التي كانت متداوله في الشارع الجزائري هي ان الاختطاف يكون دائما من احد الاقارب، يعني صديق او من اهل المخطوف. وربما اختطاف عن ثقة. لا ليس هكذا، ولكن من غير المعقول يعني ان ياتي اجنبي او مجهول يختطف ابنك. يعني كل قضايا الاختطاف الطريق الذي لابد ان ياخذه المحققون هو ان القريب هو من يقوم بذلك. الآن التحقيقات ما دام مصالح الدرك الوطني توصلت إلى تحديد الفاعلين في هذه المدة التي نعتبرها مدة قياسية، هو تعزيز أولا لثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية، لأنه كل القضايا السابقة كانت دائما يعثر على المخطوف مقتولا أو في ظروف أخرى. الآن جيد وجميل أننا استطعنا تفكيك لغز هذه العملية. التحقيقات ستأخذ وصفها طبقا لقانون العقوبات وطبقا لقانون الإجراءات الجزائية، لأن الأمر يتعلق بعملية اختطاف منظمة عن طريق جمعية أشرار، لأنه ما فيش شخص واحد، في مجموعة أشخاص. نعم سيد كوتا، كيف يجب أن يحاكم هؤلاء الخاطفون؟ يحاكمون طبقا لقانون العقوبات. الآن نحن بصدد مجموعة تهم عديدة، قلنا من تكوين جمعية أشرار إلى الاختطاف إلى طالب فدية إلى كثير من الأمور التي يجرمها قانون العقوبات. الآن تحديد العقوبة يترتب حتما على الظروف المحيطة بهذه العملية، أي عملية اختطاف. هناك عملية اختطاف تأخذ وصف جنحة، وهناك عملية اختطاف تأخذ وصف جناية. الآن عندما نجمع عناصر عملية اختطاف نستطيع أن نقول كيف سيحاكم هؤلاء، ولكن أهم شيء في هذه القضية ضرورة الإسراع في محاكمة هؤلاء الأشخاص إذا ما ثبت تورطهم في هذه القضية، لأنه القانون واضح. نعم لأن الردع وسرعة نعم سيد المحاكمة. نعم سيد كرت المستشار القانوني لقناة النهار، سنعيد الاتصال بك في موعدنا هذا. شكرا شكرا. إذن مشاهدينا، مثلما أورده تلفزيون النهار والجريدة حصريا، فمصالح الدرك الوطني استرجعت الطفل